حلقة جديدة من الصراع على النفوذ بين الفصائل المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، حيث كشفت وسائل أعلام عن مصادر ليبية وصفتها بالمطلعة أن فصيلي الدرع و444 يضغطان من أجل إخراج فصائل أخرى من العاصمة. وبحسب المصادر فإن قادة فصيلي الدرع و444 يضغطان على فصيل المدعو عماد الطرابلسي لإخراجه من العاصمة في وقت يستمر الفصيل المذكور بعمليات التحشيد العسكري واستخدام الأسلحة إلى مقراته دون معرفة ما إذا كان التحشيد هو استعداد للمغادرة أو تحرك استباقي استعدادا لمواجهات مع فصيلي الدرع و444. ويرجح محللون ومراقبون للشأن الليبي أن تتغاضى الفصائل والمجموعات المسلحة التي أجبرت على مغادرة طرابلس عن جميع الخلافات بينها ومحاولة العودة مجددا للعاصمة حتى لو اضطرت لخوض مواجهات مع الفصائل المؤيدة للحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. ويأتي الصراع بين الفصائل في العاصمة بحسب المحللين في ظل العلاقات المشبوهة بين قادتها ومسؤولين سياسيين في الغرب والذين يعملون لضمان ولائها في إطار الصراع المتواصل على السلطة ومحورية العاصمة في ذلك من حيث وجود مؤسسات الدولة ومراكز الحكومة فيها.